في الحب والحرب كل شيء مباح. غلط، مش مظبوط ابدا. حتى الحرب في قواعد بتنظمها. صحيح انه بس نقول حرب يعني حرب، بس مش معناته انه كل شيء مسموح وقتل على الماشي. فالقانون الدولي العام وضع للتقليل من الخراب اللي بيلحق بالاشخاص والممتلكات ولمنع التعسف بمعامله غير المحاربين واسرى الحرب. بفهم انه في ضروره عسكريه، ولكن اين الاعتبارات الانسانيه؟ اللي عم بيصير بغزة هلا يتنافى مع جميع المعايير الانسانيه، ولا يصنف الا انه جرائم حرب، وهذا استنادا لاتفاقيه جنيف الرابعه تحديدا، والتي صدرت عام 1949 لحمايه المدنيين. الاسلحه اللي عم تستخدم، قتل المدنيين ببيوتهم بلا اي ذنب، الحصار التام ومنع وصول الاكل والشرب والكهرباء، الغارات الموجهة، مساحة غزة الصغيرة والاكتزاز السكاني اللي كتير كبير، عدم قدرة المصابين من الوصول على المستشفيات، وكل التدابير التانية يصنفوا حتماً إنهم جرائم حرب. هون في سؤال، هل في جهة بتقدر تجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي؟ مجلس الأمن أكد وأعاد التأكيد ب 18 قرار بوجوب تطبيق إسرائيل اتفاقية جنيف على الأراضي الفلسطينية. مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة بالاتفاقية أعاد تأكيد تطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى عام 2004 أكدت فيها أنه الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية واجب على إسرائيل. وبعد هذا كله، أنت كيف بتشوف مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي؟